نخبة من الأساتذة المختصين في الاقتصاد اجتمعوا في ندوة بمدينة بنغازي تحت عنوان السياسات النقدية، وتطرقوا من خلالها إلى تغيرات سعر الصرف الدينار الليبي وأهم تداعياته وانعكاساته مقابل الدولار على الاقتصاد الليبي والمواطن. طبعا اليوم شرفنا الأكاديمية الليبية بإقامة ندوة بعنوان السياسات النقدية في ليبيا حول موضوع قراءات حول جدوى تغيير سعر الصرف الدينار الليبي. طبعا هذه النشاطات تأتي في ضمن الإطار العام لنظمة الأكاديمية الليبية حول النشاطات اللي هي المهمة التي تسعى إلى تقريب وجهات النظر وكذلك الإثراء مواضيع مهمة خصوصا ما يتعلق بسعر الصرف الدينار والأزمة الاقتصادية اللي تمر بها ليبيا خصوصا من سنوات، وكذلك متابعة نشاطات المسار الاقتصادي الذي أصبح يأتي في نجاح إطار المسارات الأخرى بجانب المسار العسكري والسياسي. وهذه الأمور كلها تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الناس الأكاديميين المهتمين بالشأن الليبي وكذلك بالأمور الاقتصادية نتيجة طبعا الأوضاع المتردية اللي يعاني منها المواطن الليبي وكذلك الأمور السيئة نتيجة ارتفاع سعر الدولار الفترة السابقة وعدم اعتماد سعر الدينار السعر الرسمي للدولار الليبي. اليوم نجتمع هنا نجتمع بموجب انعقاد ندوة السياسات النقدية في ليبيا دراسة وقراءات في جدوى تغيير سعر الصرف الدينار الليبي. حقيقة يعني هذا موضوع الساعة كونه يهم المواطن والمواطن، وكون هذه قرارات يعني مصرية تتعلق بميزان المدفوعات، تتعلق بالتضخم في السوق الليبي، تتعلق بسعر الدينار الليبي. بالتالي احنا قررنا عقد هذه الندوة ودعوة كبار الاقتصاديين وخبراء الاقتصاديين لمعرفة الآثار التي تترتب على تغيير سعر هذا الصرف. تغير مهم ويدخل في أساسيات هموم المواطن، ويهتم ذو الاختصاص بتناوله بتحليل اقتصادي ومنطقي لعدد الدراسات لخدمة الحياة اليومية بما يعود بالنفع للصالح العام في ليبيا.